كوكو لا فامي، مرحبا بكم معايا في فلوج جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديكم تدوزوا معايا واحد الوقيت غزال، وغتكتشفوا معايا حمام العروسه المغربي بالتقاليد ديالنا المغربيه الزويونه والاصيله. هاد الحمام هذا درناه في واحد سبا كاين حدانا في الوفاق، سميتو فينوس سبا وبارا فارماسي، وفيه سبا تبارك الله. كيف كتشوفوا داكشي زوين. وهاد الحمام ديال من بعدا، هذا ديال الغزاله دنيا، دنيا اللي كانت اون كليونت عندي ولات صديقه عزيزه على قلبي. دوزت معها الحمام وندوز معها ان شاء الله النهار ديال الحنه. كيف غادي نخلي لكم في اللين لتحت في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها باش تدخلوا تشوفوا عندها، حيت عندها غادي تلقاو تفاصيل كثيره اللي انا ما صورتهاش، حيت ابان كنت مكلفه بالبوفيه مع التريتور، كنت مكلفه بالبوفيه اللي حطيت انا بالضيافه بديك لا ديكوراسيون. المهم كنت مشطونه بزاف وكنت بغيت ندير لها شي حاجه زويونه. كيف غادي تشوفوا معايا دابا، تشوفوا الضيافه الغزالين وتشوفوا شنو كنحطوا في الضيافه ديال الحمام، وتشوفوا لو بوفيه كيفاش طلع ليها، وتشوفوا لو غاطو ديال جيهان حتى هو طلع غزال. حتى هي غادي نخلي لكم لو ليان ديال انستغرام ديالها اللي بغى يدخل عندها. كنتفكر شنو بغيت نقول لكم، مهم داكشي غزال وزوين، ونتمنى من الناس اللي متبعيني في القناه يديروا بارطاج لهاد لا فيديو هادي. شوفوا 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 حنا هابطين الورد في الجنيبات وداكشي غزال، يا سلام. شوفوا حطيت لها ان بيتي بوفي صغير فيه 3 طابل، طابل وحده غنحطوا فيها لو غاطو، طابل فيها لي سوجي دراجي صافي، ولا طابل الاخرى فيها غير لو موديل ديال لي سوجي دراجي. غادي تشوفوا الضيافر شنو درنا فيهم. ها هو لو غاطو ديال جيهان، شوفوا تبارك الله على فينيسيون، تقول سطيله محطوطه ديال الحمام. الضيافر درنا فيهم شنو، انتم غتشوفوا معايا اشنو درنا فيهم.
تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين واستمتعتوا حتى نتوما بهاد اللحظات الجميله ديال الحمام. كيف شفتوا كانت معنا الفنانه الغزاله زينب العالمي اللي كنوجه لها تحيه كبيره من هذا المنبر، حيت فريمون غزاله وظريفه. كنقول دنيا الف الف مبروك والله يكمل بالخير ان شاء الله. وضروري غادي نحط لكم عاوتاني فيديو ديال نهار الكبير ديال الحنه. نتمنى انكم تدعموني دائما باللايك ديالكم بالميساج الزوينه والغزاله كالعاده، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالي وتشاركوا القناه مع جميع الناس والاهل والاحباب، وان شاء الله فيديو اخر. السلام عليكم.